مات. مش عايز اشوف ويسلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد من قناة فيجو جيمنج. إزيكم يا شباب، عاملين إيه؟ أتمنى يا رب تكونوا بخير، ويا رب كل اللي بيتابعنا يكون بخير. قبل ما نبدأ فيديو النهاردة، حابب بس أوضح حاجة عن الفيديو اللي نزلته امبارح عن الريد ماجيك 7 وال 7 برو. الجهاز يا جماعة أو الفيديو كمان مش بتاعي، الجهاز أصلا منزلش غير في الصين بس، ومش موجود في أي مكان تاني في العالم، والجهاز لسه نازل امبارح أو أول امبارح. وبالنسبة للناس اللي بتسأل هينزل امتى في العالم يعني، او النسخة العالمية هتنزل امتى، ان شاء الله هيبقى يوم 24 فبراير اللي هو الشهر ده، كمان 5 ايام او 6 ايام بالظبط. وان شاء الله هعمل يعني زي فيديو تفصيلي كده عن امكانيات الجهازين والمواصفات اللي الجهازين بيجوا بيهم. بس فيديو النهاردة بقى هو مختلف شوية، هنتكلم فيه عن الام اسيست بتاع الريد ماجيك 6 اس برو. كذا حد كان طلب مني اني يعني اجرب الام اسيست او اعمل اختبار للام اسيست، وناس برضو كانت بتسالني هل الام اسيست في الجهاز قوي. انا بصراحه من وجهه نظري ان الجهاز هنا الام اسيست فيه قوي جدا 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 عن الاجهزه التانية اللي انا جربتها. انا جربت الريد ماجيك 5G وجربت الايباد برو 2021. الام اسيست فيه حلو وكل حاجة، بس اللي بيحصل معايا في الجهاز ده يا جماعة مش عادي يعني. بصراحة انا بحس الام هنا او الام اسيست في الجهاز هنا قوي بصورة غير طبيعية عن الاجهزة التانية اللي انا جربتها. ناس كتيرة ممكن تختلف معايا في الموضوع ده، بس هستنى الناس اللي معاها الجهاز وجربت تقولي الام اسيست كان عامل معاها ازاي، او يعني تجربة اللعب وحاسة الام اسيست معاها عامل ازاي. وبالنسبة للاختبار، انا عملته انا وصديقي موميا، ونزلنا جيم ضد بعض، جيم كلاسيك مش في روم ولا حاجة، بالعكس احنا كنا على الديسكورد ودوسنا يعني بدء في نفس الوقت ونزلنا نفس الجيم، فده كان جيم طبيعي وجيم نورمال، وكان الاختبار في جيم حقيقي يعني كأنك بتلعب قصاد بلايرز عشان يبقى واضح قدامكم الام اسيست عامل ازاي. فزي ما احنا شايفين، انا لما بضرب الام بيتحرك بدرجة كبيرة على البلاير، انا مش بحرك الكروس هير يعني ولا حاجة، انا بس بيبقى واقف عند نسبة معينة، اول ما بضرب زي ما انتوا شايفين الام بيتحرك على البلاير لوحده. زي ما قلت، انا جربت الام اسيست او جربت اجهزة تاني يعني زي الريد ماجيك 5G والايباد برو 2021، بس فعلا الاي ام اسيست في الجهاز هنا في الريد ماجيك 6 اس برو حاسس ان هو قوي بمراحل عن الاجهزة التانية. انا مش عارف ده راجع لايه، بس اللي اكد لي حاجة زي دي ان انا وانا بلعب بصراحة انا بحس بحاجات غريبة، والايم بتاعي بيبقى مظبوط بطريقة غير عادية. حاجة تانية برضو كنت جربتها، ألا وهي إن أنا عليت الجيروسكوب على 600 اللي هو يعني 400 من التليفون، من اللعبة قصدي، ومن التليفون خليتها على أعلى حاجة برضو على 200، وكان برضو كنت بجيب كلات غريبة، وكنت بيبقى الإيم بتاعي في حتة بعيدة وألاقي نفسي البلاير بيموت، فكان بيحصل معايا حاجات غريبة. وبرضو لما قللت الجيروسكوب تاني وخليته على الحساسية البطيئة، كنت بلاحظ وانا بلعب ان انا مبقاش بحرك الايم بتاعي يعني او التليفون، وبلاقي الايم بيمشي ورا اللاعب او البلاير وهو بيجري او هو بينط. دي برضو من الحاجات اللي اكدت لي ان الايم اسيست في الجهاز هنا بصراحة قوي جدا. فهستنى ارائكم كده، الناس اللي معاها الجهاز تقول لي ايه رأيها، والناس اللي جربت اجهزة تانية برضو تقول لي ايه رأيها. ان شاء الله استنونا بقى الفيديوهات الجاية عشان نتكلم عن الريد ماجيك 7 وال7 برو. يا ريت ما تنسوش اللايك، ولو انت اول مرة تشوفنا يا ريت تشترك في القناة وتنورنا. سيبكم مع اللقطات دي، وهتوضح لكم برضو قد ايه الام اسيست في الجهاز قوي، حتى لما كنت بستخدم الاس كي اس مع خاصية الاوتو كان برضو الام بيبقى قوي جدا وبيروح غالبا على البلاير لوحده. فهسيبكم تشوفوا اللقطات وتحكموا انتوا بنفسكم، واشوفكم في فيديو جديد على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. We'll be right back.
الراجل العجوز يا جريتش ما خلاص كان عايز، لا دول يقولنا فرامل في حد قدامك لو هو ده، نعم هو مجتهد بقى اسفه بالله مجتهد. اللي مجتهد البنزين فجر، البنزين فجر، البنزين يا ابن اللعيبة يا ابن اللعيبة. فين فين انا من هنا هيرب 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 فراوان والله العظيم بهزة مش اي حاجة دي حقيقية دي تا دي تا ايو بقول لك اوعى تزعل مني ولا حاجة يا عم ده لعب يا ابن اللعيبة قال لك تحت احمر لا لا حد يمشي لوحده اصلا واد لعيب وقع وقع نص من كله قطع كده كان ليش قطع في الواد ده لعيب هات دوس ابنك صاحبي لوبي سبسكرايب يوتيوب فيجو جيمنج سبسكرايب يوتيوب فيجو جيمنج سبسكرايب يوتيوب فيجو جيمنج بس watching the ocean with you, baby, up with a slow motion.